الإنجيل كما دونه متى. الفصل الأول. هذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم. إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من ثمار، وفارس أنجب حصرون، وحصرون أنجب آرام، وآرام أنجب عمي نداب، وعمي نداب أنجب نحشون، ونحشون أنجب سلمون، وسلمون أنجب بوعز من رحاب، وبوعز أنجب عبيد من رعوث، وعبيد أنجب يسى، ويسى أنجب داود الملك، وداود أنجب سليمان من التي كانت زوجة لأورية، وسليمان أنجب رحب عام، ورحب عام أنجب أبية، وأبية أنجب آسى، وآسى أنجب يهوشفاط، ويهوشفاط أنجب يورام، ويورام أنجب عزية، وعزية أنجب يوثام، ويوثام أنجب آحاز، وآحاز أنجب حزقية، وحزقية أنجب منسى، ومنسى أنجب آمون، وآمون أنجب يوشية، ويوشية أنجب يكونيا وإخوته في أثناء السبي إلى بابل. وبعد السبي إلى بابل يكونيا أنجب شألتئيل، وشألتئيل أنجب زربابل، وزربابل أنجب أبيهود، وأبيهود أنجب ألياقيم، وألياقيم أنجب عازور، وعازور أنجب صادوق، وصادوق أنجب أخيم، وأخيم أنجب أليود، وأليود أنجب أليعازر، وأليعازر أنجب متان، ومتان أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا، ومن داود إلى السبي البابلي 14 جيلا، ومن السبي البابلي إلى المسيح 14 جيلا. أما يسوع المسيح فقد تمت ولادته هكذا: كانت أمه مريم مخطوبة ليوسف، وقبل أن يجتمعا معا وجدت حبلى من الروح القدس، وإذ كان يوسف خطيبها بارا ولم يرد أن يشهر بها قرر أن يتركها سرا. وبينما كان يفكر في الأمر، إذا ملاك من الرب قد ظهر له في حلم يقول: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأتي بمريم عروسك إلى بيتك، لأن الذي هي حبل به إنما هو من الروح القدس، فستلد ابنا وأنت تسميه يسوع، لأنه هو الذي يخلص شعبه من خطاياه. حدث هذا كله ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل: ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل، أي الله معنا. ولما نهض يوسف من نومه فعل ما أمره به الملاك الذي من الرب، فأتى بعروسه إلى بيته، ولكنه لم يدخل بها حتى ولدت ابنا، فسماه يسوع. الإنجيل كما دونه متى. الفصل الثاني. وبعدما ولد يسوع في بيت لحم الواقعة في منطقة اليهودية على عهد الملك هيرودس، جاء إلى أورشليم بعض المجوس القادمين من الشرق يسألون: أين هو المولود ملك اليهود؟ فقد رأينا نجمه طالعا في الشرق، فجئنا لنسجد له. ولما سمع الملك هيرودس بذلك اضطرب، واضطربت معه أورشليم كلها، فجمع إليه رؤساء كهنة اليهود وكتبتهم جميعا، واستفسر منهم أين يولد المسيح، فأجابوه: في بيت لحم باليهودية، فقد جاء في الكتاب على لسان النبي: وأنت يا بيت لحم بأرض يهوذا لست صغيرة الشأن أبدا بين حكام يهوذا، لأنه منك يطلع الحاكم الذي يرعى شعبي إسرائيل. فاستدعى هيرودس المجوس سرا
وتحقق منهم زمن ظهور النجم. ثم أرسلهم إلى بيت لحم وقال: اذهبوا وابحثوا جيدا عن الصبي، وعندما تجدونه أخبروني لأذهب أنا أيضا وأسجد له. فلما سمعوا ما قاله الملك مضوا في سبيلهم، وإذا النجم الذي سبق أن رأوه في الشرق يتقدمهم حتى جاء وتوقف فوق المكان الذي كان الصبي فيه. فلما رأوا النجم فرحوا فرحا عظيما جدا، ودخلوا البيت فوجدوا الصبي مع أمه مريم، فجثوا وسجدوا له، ثم فتحوا كنوزهم وقدموا له هدايا ذهبا وبخورا ومرا. ثم أوحي إليهم في حلم ألا يرجعوا إلى هيرودس، فانصرفوا إلى بلادهم في طريق أخرى. وبعدما انصرف المجوس، إذا ملاك من الرب قد ظهر ليوسف في حلم وقال له: قم واهرب بالصبي وأمه إلى مصر، وابق فيها إلى أن آمرك بالرجوع، فإن هيرودس سيبحث عن الصبي ليقتله. فقام يوسف في تلك الليلة وهرب بالصبي وأمه منطلقا إلى مصر، وبقي فيها إلى أن مات هيرودس، ليتم ما قاله الرب بلسان النبي القائل: من مصر دعوت ابني. وعندما أدرك هيرودس أن المجوس سخروا منه استولى عليه الغضب الشديد، فأرسل وقتل جميع الصبيان في بيت لحم وجوارها من ابن سنتين فما دون، بحسب زمن ظهور النجم كما تحققه من المجوس. عندئذ تم ما قيل بلسان النبي إرميا القائل: صراخ سمع من الرامة، بكاء ونحيب شديد، رحيل تبكي على أولادها وتأبى أن تتعزى لأنهم قد رحلوا. لما مات هيرودس، إذا ملاك من الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر وقال له: قم ارجع بالصبي وأمه إلى أرض إسرائيل، فقد مات الذين كانوا يسعون إلى قتله. فقام ورجع بالصبي وأمه إلى أرض إسرائيل، ولكنه حين سمع أن أرخلاوس يملك على منطقة اليهودية خلفا لأبيه هيرودس خاف أن يذهب إلى هناك. وإذ أوحي إليه في حلم توجه إلى نواحي منطقة الجليل، فوصل بلدة تسمى الناصرة وسكن فيها، ليتم ما قيل بلسان الأنبياء: إنه سيدعى ناصريا. الإنجيل كما دونه متى. الفصل الثالث. في تلك الفترة من الزمان ظهر يوحنا المعمدان في برية اليهودية يبشر قائلا: توبوا، فقد اقترب ملكوت السماوات. ويوحنا هذا هو الذي قيل عنه بلسان النبي إشعياء القائل: صوت مناد في البرية، أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة. وكان يوحنا يلبس ثوبا من وبر الجمال، ويشد وسطه بحزام من جلد، ويقتات الجراد والعسل البري. فخرج إليه أهل أورشليم ومنطقة اليهودية كلها وجميع القرى المجاورة للأردن، فكانوا يتعمدون على يده في نهر الأردن معترفين بخطاياهم. ولما رأى يوحنا كثيرين من الفريسيين والصدوقيين يأتون إليه ليتعمدوا، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أنذركم لتهربوا من الغضب الآتي؟ فأثمروا ثمرا يليق بالتوبة، ولا تعللوا أنفسكم قائلين: لنا إبراهيم أبا. فإني أقول لكم إن الله قادر أن يطلع من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، وها إن الفأس قد ألقيت على أصل الشجر، فكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتطرح في النار. أنا أعمدكم بالماء لأجل التوبة، ولكن الآتي بعدي هو أقدر مني، وأنا لا أستحق أن أحمل حذاءه. هو سيعمدكم بالروح القدس وبالنار، فهو يحمل المذرة بيده وسينقي بيدره تماما فيجمع قمحه إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفئ،
ثم جاء يسوع من منطقة الجليل إلى نهر الأردن وقصد إلى يوحنا ليتعمد على يده، لكن يوحنا أخذ يمانعه قائلا: أنا المحتاج أن أتعمد على يدك وأنت تأتي إلي. ولكن يسوع أجابه: اسمح الآن بذلك، فهكذا يليق بنا أن نتم كل بر. عندئذ سمح له. فلما تعمد يسوع صعد من الماء في الحال، وإذا السماوات قد انفتحت له، ورأى روح الله هابطا ونازلا عليه كأنه حمامة، وإذا صوت من السماوات يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت كل سرور. الإنجيل كما دونه متى. الفصل الرابع. ثم صعد الروح بيسوع إلى البرية ليجرب من قبل إبليس، وبعدما صام 40 نهارا و40 ليلة جاع أخيرا، فتقدم إليه المجرب وقال له: إن كنت ابن الله فقل لهذه الحجارة أن تتحول إلى خبز. فأجابه قائلا: قد كتب، ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على حافة سطح الهيكل وقال له: إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل، لأنه قد كتب يوصي ملائكته بك فيحملونك على أيديهم لكي لا تصدم قدمك بحجر. فقال له يسوع: وقد كتب أيضا لا تجرب الرب إلهك. ثم أخذه إبليس أيضا إلى قمة جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم وعظمتها وقال له: أعطيك هذه كلها إن كثوت وسجدت لي. فقال له يسوع: اذهب يا شيطان، فقد كتب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. فتركه إبليس، وإذا بعض الملائكة جاءوا إليه وأخذوا يخدمونه. ولما سمع يسوع أنه قد ألقي القبض على يوحنا عاد إلى منطقة الجليل، وإذ ترك الناصرة توجه إلى كفر ناحوم الواقعة على شاطئ البحيرة ضمن حدود زبولون ونفتاليم، وسكن فيها ليتم ما قيل بلسان النبي إشعياء القائل: أرض زبولون وأرض نفتاليم على طريق البحيرة ما وراء نهر الأردن، بلاد الجليل التي يسكنها الأجانب، الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في أرض الموت وظلاله أشرق عليهم نور. من ذلك الحين بدأ يسوع يبشر قائلا: توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. وبينما كان يسوع يمشي على شاطئ بحيرة الجليل رأى أخوين هما سمعان الذي يدعى بطرس وأندراوس أخوه يلقيان الشبكة في البحيرة إذ كان صيادين، فقال لهما: هيا اتبعاني فأجعلكما صيادين للناس. فترك الشباك وتبعاه حالا، وسار من هناك فرأى أخوين آخرين هما يعقوب بن زبدي ويوحنا أخوه في القارب مع أبيهما يصلحان شباكهما، فدعاهما ليتبعاه، فترك القارب وأباهما وتبعاه حالا. وكان يسوع يتنقل في منطقة الجليل كلها يعلم في مجامع اليهود وينادي ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وعلة في الشعب، فذاع صيته في سورية كلها
فحمل إليه الناس مرضاهم المعانين من الأمراض والأوجاع على اختلافها، والمسكونين بالشياطين، والمصروعين والمشلولين، فشفاهم جميعا. فتبعته جموع كبيرة من مناطق الجليل والمدن العشر وأورشليم واليهودية وما وراء الأردن. الإنجيل كما دونه متى. الفصل الخامس. وإذ رأى جموع الناس صعد إلى الجبل، وما إن جلس حتى اقترب إليه تلاميذه، فتكلم وأخذ يعلمهم، فقال: طوبى للمساكين بالروح، فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة، فإنهم سيعزون. طوبى للودعاء، فإنهم سيرثون الأرض. طوبى للجياع والعطاش إلى البر، فإنهم سيشبعون. طوبى للرحماء، فإنهم سيرحمون. طوبى لأنقياء القلب، فإنهم سيرون الله. طوبى لصانع السلام، فإنهم سيدعون أبناء الله. طوبى للمضطهدين من أجل البر، فإن لهم ملكوت السماوات. طوبى لكم متى أهانكم الناس واضطهدوكم وقالوا فيكم من أجلي كل سوء كاذبين. افرحوا وتهللوا، فإن مكافأتكم في السماوات عظيمة، فإنهم هكذا اضطهدوا الأنبياء من قبلكم. أنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فماذا يعيد إليه ملوحته؟ إنه لا يعود يصلح لشيء إلا لأن يطرح خارجا لتدوسه الناس. أنتم نور العالم، لا يمكن أن تخفى مدينة مبنية على جبل، ولا يضيء الناس مصباحا ثم يضعونه تحت مكيال، بل يضعونه في مكان مرتفع ليضيء لجميع من في البيت. هكذا فليضئ نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة أو الأنبياء، ما جئت لألغي بل لأكمل. فالحق أقول لكم، إلى أن تزول الأرض والسماء لن يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الشريعة حتى يتم كل شيء. فأي من خالف واحدة من هذه الوصايا الصغرى وعلم الناس أن يفعلوا فعله يدعى الأصغر في ملكوت السماوات، وأما من عمل بها وعلمها فيدعى عظيما في ملكوت السماوات. فإني أقول لكم، إن لم يزد بركم على بر الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات أبدا. سمعتم أنه قيل للأقدمين: لا تقتل، ومن قتل يستحق المحاكمة. أما أنا فأقول لكم، كل من هو غاضب على أخيه يستحق المحاكمة، ومن يقول لأخيه يا تافه يستحق المثول أمام المجلس الأعلى، ومن يقول يا أحمق يستحق نار جهنم. فإذا جئت بتقدمتك إلى المذبح وهناك تذكرت أن لأخيك شيئا عليك، فاترك تقدمتك أمام المذبح واذهب أولا وصالح أخاك، ثم ارجع وقدم تقدمتك. سارع إلى استرضاء خصمك وأنت معه في الطريق إلى المحكمة، قبل أن يسلمك الخصم إلى القاضي، فيسلمك القاضي إلى الشرطي فيلقيك في السجن. والحق أقول لك، إنك لن تخرج من السجن حتى توفي الفلس الأخير. وسمعتم أنه قيل: لا تزني. أما أنا فأقول لكم، كل من ينظر إلى امرأة بقصد أن يشتهيها فقد زنى بها في قلبه. فإن كانت عينك اليمنى فخا لك فاقلعها وارمها عنك، فخير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يطرح جسدك كله في جهنم. وإن كانت يدك اليمنى فخا لك فاقطعها وارمها عنك، فخير لك أن تفقد عضوا من أعضائك ولا يطرح جسدك كله في جهنم. وقيل أيضا: من طلق زوجته
فليعطها وثيقة طلاق. أما أنا فأقول لكم، كل من طلق زوجته لغير علة الزنا فهو يجعلها ترتكب الزنا، ومن تزوج بمطلقة فهو يرتكب الزنا. وسمعتم أنه قيل للأقدمين، لا تخالف قسمك بل أوف للرب ما نذرته له. أما أنا فأقول لكم، لا تحلفوا أبدا، لا بالسماء لأنها عرش الله، ولا بالأرض لأنها موطئ قدميه، ولا بأورشليم لأنها مدينة الملك الأعظم. ولا تحلف برأسك، لأنك لا تقدر أن تجعل شعرة واحدة فيها بيضاء أو سوداء. ليكن كلامكم نعم إن كان نعم، أو لا إن كان لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وسمعتم أنه قيل، عين بعين وسن بسن. أما أنا فأقول لكم، لا تقاوموا الشر بمثله، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الخد الآخر، ومن أراد محاكمتك ليأخذ ثوبك فاترك له رداءك أيضا، ومن سخرك أن تسير ميلا فسر معه ميلين، من طلب منك شيئا فأعطه، ومن جاء يقترض منك فلا ترده خائبا. وسمعتم أنه قيل، تحب قريبك وتبغض عدوك. أما أنا فأقول لكم، أحبوا أعداءكم، وباركوا لاعنيكم، وأحسنوا معاملة الذين يبغضونكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم، فتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فإنه يشرق بشمسه على الأشرار والصالحين، ويمطر على الأبرار وغير الأبرار. فإن أحببتم الذين يحبونكم فأية مكافأة لكم؟ أما يفعل ذلك حتى جبات الضرائب؟ وإن رحبتم بإخوانكم فقط فأي شيء فائق للعادة تفعلون؟ أما يفعل ذلك حتى الوثنيون؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. الإنجيل كما دونه متى. الفصل السادس. احذروا من أن تعملوا بالرقم أمام الناس بقصد أن ينظروا إليكم، وإلا فليس لكم مكافأة عند أبيكم الذي في السماوات. فإذا تصدقت على أحد فلا تنفخ أمامك في البوق كما يفعل المراؤون في المجامع والشوارع ليمدحهم الناس. الحق أقول لكم، إنهم قد نالوا مكافأتهم. أما أنت فعندما تتصدق على أحد فلا تدع يدك اليسرى تعرف ما تفعله اليمنى، لتكون صدقتك في الخفاء، وأبوك السماوي الذي يرى في الخفاء هو يكافئك. وعندما تصلون لا تكونوا مثل المرائين الذين يحبون أن يصلوا واقفين في المجامع وفي زوايا الشوارع ليراهم الناس. الحق أقول لكم، إنهم قد نالوا مكافأتهم. أما أنت فعندما تصلي فادخل غرفتك وأغلق الباب عليك، وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يكافئك. وعندما تصلون لا تكرروا كلاما فارغا كما يفعل الوثنيون، ظنا منهم أنه بالإكثار من الكلام يستجاب لهم. فلا تكونوا مثلهم، لأن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه قبل أن تسألوه. فصلوا أنتم مثل هذه الصلاة، أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك على الأرض كما هي في السماء. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. فإن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم، وإن لم تغفروا للناس
لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. وعندما تصومون لا تكونوا عابس الوجوه كما يفعل المراؤون الذين يقطبون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد نالوا مكافأتهم. أما أنت فعندما تصوم فاغسل وجهك وعطر رأسك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، وأبوك الذي يرى في الخفاء هو يكافئك. لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض حيث يفسدها السوس والصدأ وينقب عنها اللصوص ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوزا في السماء حيث لا يفسدها سوس ولا ينقب عنها لصوص ولا يسرقون. فحيث يكون كنزك هناك أيضا يكون قلبك. العين مصباح الجسد، فإن كانت عينك سليمة يكون جسدك كله منورا، وإن كانت عينك سيئة يكون جسدك كله مظلما. فإذا كان النور الذي فيك ظلاما فما أشد الظلام. لا يمكن لأحد أن يكون عبدا لسيدين، لأنه إما أن يبغض أحدهما فيحب الآخر، وإما أن يلزم أحدهما فيهجر الآخر. لا يمكنكم أن تكونوا عبيدا لله والمال معا. لذلك أقول لكم لا تهتموا لمعيشتكم بشأن ما تأكلون وما تشربون، ولا لأجسادكم بشأن ما تكتسون. أليست الحياة أكثر من مجرد طعام، والجسد أكثر من مجرد كساء؟ تأملوا طيور السماء، إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع في مخازن، وأبوكم السماوي يعولها. أفلستم أنتم أفضل منها كثيرا؟ فمن منكم إذا حمل الهموم يقدر أن يطيل عمره ولو ساعة واحدة؟ ولماذا تحملون هم الكساء؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، إنها لا تتعب ولا تغزل. ولكني أقول لكم حتى سليمان في قمة مجده لم يكتس ما يعادل واحدة منها بهاء. فإن كان الله هكذا يكسو الأعشاب البرية مع أنها توجد اليوم وتطرح غدا في النار، أفلستم أنتم يا قليل الإيمان أحرى جدا بأن يكسوكم؟ فلا تحملوا الهم قائلين ما عسانا نأكل، أو ما عسانا نشرب، أو ما عسانا نكتسي. فهذه الحاجات كلها تسعى إليها الأمم، فإن أباكم السماوي يعلم حاجتكم إلى هذه كلها. أما أنتم فاطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. لا تهتموا بأمر الغد، فإن الغد يهتم بأمر نفسه، يكفي كل يوم ما فيه من سوء. الإنجيل كما دونه متى. الفصل السابع. لا تدينوا لئلا تدانوا، فإنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لماذا تلاحظ القشة في عين أخيك ولكنك لا تتنبه إلى الخشبة الكبيرة في عينك؟ أو كيف تقول لأخيك دعني أخرج القشة من عينك وها هي الخشبة في عينك أنت؟ يا مرائي، أخرج أولا الخشبة من عينك وعندئذ تبصر جيدا لتخرج القشة من عين أخيك. لا تعطوا ما هو مقدس للكلاب، ولا تطرحوا جواهركم أمام الخنازير لكي لا تدوسها بأرجلها وتنقلب عليكم فتمزقكم. اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. فكل من يسأل ينل، ومن يطلب يجد، ومن يقرع يفتح له. وإلا فأي إنسان منكم يطلب منه ابنه خبزا فيعطيه حجرا، أو سمكة فيعطيه حية؟ فإن كنتم وأنتم أشرار
تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة، فكم بالأحرى جدا يعطي أبوكم السماوي عطايا جيدة للذين يطلبون منه. إذن كل ما تريدون أن يعاملكم الناس به فعاملوهم أنتم به أيضا. هذه خلاصة تعليم الشريعة والأنبياء. ادخلوا من الباب الضيق، فإن الباب المؤدي إلى الهلاك واسع وطريقه رحب، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأعسر الطريق المؤدي إلى الحياة، وقليلون هم الذين يهتدون إليه. احذروا الأنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم لابسين ثياب الحملان، ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة، من ثمارهم تعرفونهم. هل يجنى من الشوك عنب أو من العليق تين؟ هكذا كل شجرة جيدة تثمر ثمرا جيدا، أما الشجرة الرديئة فإنها تثمر ثمرا رديئا. لا يمكن أن تثمر الشجرة الجيدة ثمرا رديئا، ولا الشجرة الرديئة ثمرا جيدا. وكل شجرة لا تثمر ثمرا جيدا تقطع وتطرح في النار. إذا من ثمارهم تعرفونهم. ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات. في ذلك اليوم سيقول لي كثيرون يا رب يا رب أليس باسمك تنبأنا، وباسمك طردنا الشياطين، وباسمك عملنا معجزات كثيرة؟ ولكني عندئذ أصرح لهم إني لم أعرفكم قط، ابتعدوا عني يا فاعل الإثم. فأي من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها أشبهه برجل حكيم بنى بيته على الصخر، فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فلم يسقط لأنه مؤسس على الصخر. وأي من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل غبي بنى بيته على الرمل، فنزلت الأمطار وجرت السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما. ولما أنهى يسوع هذا الكلام ذهلت الجموع من تعليمه، لأنه كان يعلمهم كصاحب سلطان وليس مثل كتبتهم. الإنجيل كما دونه متى. الفصل الثامن. ولما نزل من الجبل تبعته جموع كثيرة، وإذا رجل مصاب بالبرص تقدم إليه وسجد له قائلا يا سيد، إن كنت تريد فأنت قادر أن تطهرني. فمد يده ولمسه وقال إني أريد فاطهر. وفي الحال طهر الرجل من برصه. وقال له يسوع انتبه لا تخبر أحدا، بل اذهب واعرض نفسك على الكاهن وقدم القربان الذي أمر به موسى فيكون ذلك شهادة لهم. وحالما دخل يسوع مدينة كفر ناحوم جاءه قائد 100 يتوسل إليه قائلا يا سيد، إن خادمي مشلول طريح الفراش في البيت يعاني أشد الآلام. فقال له يسوع سأذهب وأشفيه. فأجاب قائد 100 يا سيد، أنا لا أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي، إنما قل كلمة فيشفى خادمي، فأنا أيضا رجل تحت سلطة أعلى مني ولي جنود تحت إمرتي، أقول لأحدهم اذهب فيذهب، ولآخر تعال فيأتي، ولعبد افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع ذلك تعجب وقال لمن يتبعونه الحق أقول لكم، لم أجد في أحد من إسرائيل إيمانا عظيما كهذا. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشرق والمغرب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات،
أما بنو الملكوت فيطرحون في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد المئة: اذهب وليكن لك ما آمنت بأن يكون. وفي تلك الساعة شفي خادمه. وذهب يسوع إلى بيت بطرس فوجد حماته طريحة الفراش تعاني من الحمى، فلمس يدها فذهبت عنها الحمى ونهضت وأخذت تخدمه. وعند حلول المساء أحضر إليه الناس كثيرين من المسكونين بالشياطين، فكان يطرد الشياطين بكلمة منه، وشفى المرضى جميعا، لكي يتم ما قيل بلسان النبي إشعياء القائل: هو أخذ أسقامنا وحمل أمراضنا. وحين رأى يسوع أن الجموع قد احتشدت حوله أمر تلاميذه أن يعبروا إلى الضفة المقابلة، فتقدم إليه أحد الكتبة وقال: يا معلم، سأتبعك حيثما تذهب. فأجابه يسوع: للثعالب أوجار ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان فليس له مكان يسند إليه رأسه. وقال له آخر من تلاميذه: يا سيد، اسمح لي أن أذهب أولا فأدفن أبي. فأجابه يسوع: اتبعني الآن ودع الموتى يدفنون موتاهم. ثم ركب القارب وتبعه تلاميذه، وإذا عاصفة شديدة قد هبت على البحيرة حتى كادت المياه أن تبتلع القارب، وكان هو نائما. فأسرع التلاميذ إليه يوقظونه قائلين: يا سيد نجنا، إننا نهلك. فقال لهم: لماذا أنتم خائفون يا قليل الإيمان؟ ثم نهض وزجر الريح والبحر، فساد هدوء تام. فتعجب الناس وقالوا: ترى من هذا حتى إن الريح والبحر يطيعانه؟ ولما وصل يسوع إلى الضفة المقابلة في بلدة الجدريين، لاقاه رجلان تسكنهما الشياطين، كانا خارجين من بين القبور، وهما شرسان جدا حتى لم يكن أحد يجرؤ على المرور من تلك الطريق. وفجأة صرخا قائلين: ما شأنك بنا يا يسوع ابن الله؟ أجئت إلى هنا قبل الأوان لتعذبنا؟ وكان قطيع كبير من الخنازير يرعى على مسافة منهما، فقالت الشياطين ليسوع: إن كنت ستطردنا فأرسلنا إلى قطيع الخنازير. فقال لهم: اذهبوا. فخرجوا وانتقلوا إلى قطيع الخنازير، فاندفع القطيع مسرعا من على حافة الجبل إلى البحيرة ومات فيها غرقا. وهرب رعاة الخنازير إلى المدينة ونقلوا خبر كل ما جرى وما حدث للمسكونين. وإذا المدينة كلها قد خرجت للقاء يسوع، ولما وجده أهلها طلبوا إليه أن يرحل عن ديارهم. الإنجيل كما دونه متى. الفصل التاسع. ثم ركب يسوع القارب وعبر البحيرة راجعا إلى بلدته كفر نحوم، فجاءه بعضهم يحملون مشلولا مطروحا على فراش. فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمشلول: اطمئن يا بني، قد غفرت لك خطاياك. فقال بعض الكتبة في أنفسهم: إنه يجدف. وأدرك يسوع ما يفكرون فيه فسألهم: لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم؟ أيهما الأسهل، أن يقال قد غفرت لك خطاياك، أم أن يقال قم وامشي؟ ولكني قلت ذلك لكي تعلموا أن لابن الإنسان على الأرض سلطة غفران الخطايا. عندئذ قال للمشلول: قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك. فقام وذهب إلى بيته. فلما رأت الجموع ذلك استولى عليهم الخوف، ومجدوا الله الذي أعطى الناس مثل هذه السلطة. وفيما كان يسوع مارا بالقرب من مكتب جباية الضرائب، رأى جابيا اسمه متى جالسا هناك، فقال له: اتبعني. فقام وتبعه. وبينما كان يسوع متكئا في بيت متى
حضر كثيرون من الجباة والخاطئين واتكأوا مع يسوع وتلاميذه. وعندما رأى الفريسيون ذلك قالوا لتلاميذه: لماذا يأكل معلمكم مع الجباة والخاطئين؟ وإذ سمع يسوع كلامهم قال: ليس الأصحاء هم المحتاجون إلى الطبيب، بل المرضى. اذهبوا وتعلموا معنى القول: إني أطلب رحمة لا ذبيحة، فإني ما جئت لأدعو أبرارا بل خاطئين. ثم تقدم تلاميذ يوحنا إلى يسوع يسألونه: لماذا نصوم نحن والفريسيون ولا يصوم تلاميذك؟ فقال لهم يسوع: هل يقدر أهل العرس أن يحزنوا ما دام العريس بينهم؟ ولكن ستأتي أيام يكون فيها العريس قد رفع من بينهم، فعندئذ يصومون. لا أحد يرقع ثوبا عتيقا من قماش جديد، لأن الرقعة الجديدة تنكمش فتأكل من الثوب العتيق ويصير الخرق أسوأ. ولا يضع الناس الخمر الجديدة في قرب عتيقة، وإلا فإن القرب تنفجر فتراق الخمر وتتلف القرب. ولكنهم يضعون الخمر الجديدة في قرب جديدة فتحفظ الخمر والقرب معا. وبينما كان يقول هذا، إذا رئيس للمجمع قد تقدم وسجد له قائلا: ابنتي الآن ماتت، ولكن تعال والمسها بيدك فتحيا. فقام يسوع وتبعه ومعه تلاميذه. وإذا امرأة مصابة بنزيف دموي منذ 12 سنة قد تقدمت إليه من خلف ولمست طرف ردائه، لأنها قالت في نفسها: يكفي أن ألمس وله ثيابه لأشفى. فالتفت يسوع ورآها فقال: اطمئني يا ابنة، إيمانك قد شفاك. فشفيت المرأة من تلك الساعة. ولما دخل يسوع بيت رئيس المجمع ورأى النادبين بالمزمار والجمع في اضطراب، قال: انصرفوا، فالصبية لم تمت ولكنها نائمة. فضحكوا منه. فلما أخرج الجمع دخل وأمسك بيد الصبية فنهضت، وذاع خبر ذلك في تلك البلاد كلها. وفيما كان يسوع راحلا من هناك تبعه أعميان يصرخان قائلين: ارحمنا يا ابن داود. وعند دخوله البيت تقدما إليه فسألهما يسوع: أتؤمنان بأني أقدر أن أفعل هذا؟ أجابا: نعم يا سيد. فلمس أعينهما قائلا: ليكن لكما بحسب إيمانكما. فانفتحت أعينهما وأنظرهما يسوع بشدة قائلا: انتبها لا تخبرا أحدا. ولكنهما انطلقا وأذاعا صيته في تلك البلاد كلها، وما إن خرجا حتى جاءه بعضهم بأخرس يسكنه شيطان. فلما طرد الشيطان تكلم الأخرس، فتعجبت الجموع وقالوا: ما شوهد مثل هذا قط في إسرائيل. أما الفريسيون فقالوا: إنه يطرد الشياطين برئيس الشياطين. وأخذ يسوع يتنقل في المدن والقرى كلها يعلم في مجامع اليهود وينادي ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وعلة. وعندما رأى الجموع أخذته الشفقة عليهم، إذ كانوا معذبين ومشردين كغنم لا راعي لها. عندئذ قال لتلاميذه: الحصاد كثير والعمال قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. الإنجيل كما دونه متى. الفصل العاشر. ثم دعا إليه تلاميذه 12 وأعطاهم سلطانا على الأرواح النجسة ليطردوها ويشفوا كل مرض وعلة. وهذه أسماء 12 رسولا: سمعان الذي دعي بطرس، وأندراوس أخوه، ويعقوب بن زبدي، ويوحنا أخوه، فيلبس، وبرثولماوس، توما، ومتى جاب الضرائب، يعقوب بن حلفة، وتداوس، سمعان القاناوي، ويهوذا الإسخريوطي الذي خانه. هؤلاء 12 رسولا أرسلهم يسوع وقد أوصاهم قائلا:
لا تسلكوا طريقا إلى الأمم، ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا بالأحرى إلى الخراف الضالة، إلى بيت إسرائيل. وفيما أنتم ذاهبون بشروا قائلين: قد اقترب ملكوت السماوات. المرضى اشفوا، والموتى أقيموا، والبرص طهروا، والشياطين اطردوا. مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا في أحزمتكم ذهبا ولا فضة ولا نحاسا، ولا تأخذوا للطريق زادا ولا ثوبين ولا حذاء ولا عصا، فإن العامل يستحق طعامه. وكلما دخلتم مدينة أو قرية فابحثوا فيها عمن هو مستحق وأقيموا هناك حتى ترحلوا. وعندما تدخلون بيتا ألقوا السلام عليه، فإذا كان ذلك البيت مستحقا فعلا فليحل سلامكم عليه، وإن لم يكن مستحقا فليرجع سلامكم لكم. وإن كان أحد لا يقبلكم ولا يسمع كلامكم في بيت أو مدينة فاخرجوا من هناك وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم إن حالة مدينتي سدوم وعمورة سوف تكون في يوم الدينونة أخف وطأة من حالة تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا متنبهين كالحياة ومسالمين كالحمام. احذروا من الناس، فإنهم سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في مجامعهم، وتساكون للمثول أمام الحكام والملوك من أجلي، فيكون ذلك شهادة لي لدى اليهود والأمم على السواء. فحين يسلمونكم لا تهتموا كيف تتكلمون أو ماذا تقولون، فإنكم في تلك الساعة تلهمون ما تقولون، فلستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم هو الذي يتكلم فيكم. وسوف يسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ولده، ويتمرد الأولاد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مكروهين لدى الجميع من أجل اسمي. ولكن من يثبت إلى النهاية هو الذي يخلص. فإذا اضطهدوكم في مدينة ما فاهربوا إلى غيرها. فإني الحق أقول لكم لن تفرغوا من مدن إسرائيل إلى أن يأتي ابن الإنسان. ليس التلميذ أرفع من المعلم، ولا العبد أرفع من سيده. يكفي التلميذ أن يصير مثل معلمه، والعبد مثل سيده. إن كانوا قد لقبوا رب البيت ببعلزبول، فكم بالأحرى يلقبون أهل بيته. فلا تخافوهم، لأنه ما من محجوب لن يكشف، وما من خفي لن يعلن. ما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولكنهم يعجزون عن قتل النفس، بل بالأحرى خافوا القادر أن يهلك النفس والجسد جميعا في جهنم. أما يباع عصفوران بفلس واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض خفية عن أبيكم. وأما أنتم فحتى شعر رؤوسكم كله معدود، فلا تخافوا إذن، أنتم أعز من عصافير كثيرة. كل من يعترف بي أمام الناس أعترف أنا أيضا به أمام أبي الذي في السماوات، وكل من ينكرني أمام الناس أنكره أنا أيضا أمام أبي الذي في السماوات. لا تظنوا أني جئت لأرسي سلاما على الأرض، ما جئت لأرسي سلاما بل سيفا. فإني جئت لأجعل الإنسان على خلاف مع أبيه، والبنت مع أمها، والكنة مع حماتها. وهكذا يصير أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو ابنته أكثر مني فلا يستحقني. ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فهو لا يستحقني. من يتمسك بحياته يخسرها،
ومن يخسر حياته من أجلي فإنه يربحها. من يقبلكم يقبلني، ومن يقبلني يقبل الذي أرسلني. من يرحب بنبي لكونه نبيا فإنه ينال مكافأة نبي، ومن يرحب برجل بار لكونه بارا فإنه ينال مكافأة بار. وأي من سقى واحدا من هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد فقط لأنه تلميذ لي، فالحق أقول لكم إن مكافأته لن تضيع أبدا. الإنجيل كما دونه متى. الفصل 11. بعدما انتهى يسوع من توصية تلاميذه الاثني عشر انتقل من هناك وذهب يعلم ويبشر في مدنهم. ولما سمع يوحنا وهو في السجن بأعمال المسيح أرسل إليه بعض تلاميذه يسأله: أأنت هو الآتي أم ننتظر غيرك؟ فأجابهم يسوع قائلا: اذهبوا أخبروا يوحنا بما تسمعون وترون. العمي يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقامون، والمساكين يبشرون، وطوبى لمن لا يشك في. وما إن انصرف تلاميذ يوحنا حتى أخذ يسوع يتحدث إلى الجموع عن يوحنا: ماذا خرجتم إلى البرية لتروا؟ أقصبة تهزها الرياح؟ بل ماذا خرجتم لتروا؟ أإنسانا يلبس ثيابا ناعمة؟ ها إن لابسي الثياب الناعمة هم في قصور الملوك. إذن ماذا خرجتم لتروا؟ أنبيا؟ نعم أقول لكم وأعظم من نبي. فهذا هو الذي كتب عنه: ها إني مرسل قدامك رسولي الذي يمهد لك طريقك. الحق أقول لكم إنه لم يظهر بين من ولدتهم النساء أعظم من يوحنا المعمدان، ولكن الأصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. فمنذ أن بدأ يوحنا المعمدان خدمته وملكوت السماوات معرض للعنف، والعنفاء يختطفونه، فإن الشريعة والأنبياء تنبأوا جميعا حتى ظهور يوحنا. وإن شئتم أن تصدقوا فإن يوحنا هذا هو إيليا الذي كان رجوعه منتظرا. ومن له أذنان فليسمع. ولكن بمن أشبه هذا الجيل؟ إنهم يشبهون أولادا جالسين في الساحات العامة ينادون أصحابهم قائلين: زمرنا لكم فلم ترقصوا، وندبنا لكم فلم تنتحبوا، فقد جاء يوحنا لا يأكل ولا يشرب، فقالوا إن شيطانا يسكنه. ثم جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، فقالوا هذا رجل شره وسكير، صديق لجباة الضرائب والخاطئين. ولكن تختبر الحكمة بأعمالها. ثم بدأ يسوع يوبخ المدن التي جرت فيها أكثر معجزاته لكون أهلها لم يتوبوا، فقال: الويل لك يا كورازين، الويل لك يا بيت صيدا، فلو أجري في صورة وصيدا ما أجري فيكما من المعجزات لتاب أهلهما منذ القديم متشحين بالمسوح في وسط الرماد. ولكني أقول لكم إن حالة صورة وصيدا في الدينونة ستكون أخف وطأة من حالتكما. وأنت يا كفرناحوم، هل ارتفعت حتى السماء؟ إنك إلى قعر الهاوية ستهبطين. فلو جرى في سدوم ما جرى فيك من المعجزات لبقيت حتى اليوم. ولكني أقول لكم إن حالة بلاد سدوم في يوم الدينونة ستكون أخف وطأة من حالتك. وفي ذلك الوقت تكلم يسوع فقال: أحمدك أيها الآب رب السماء والأرض، لأنك حجبت هذه الأمور عن الحكماء والفهماء وكشفتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأنه هكذا حسن في نظرك. كل شيء قد سلمه إلي أبي، ولا أحد يعرف الابن إلا الآب،
ولا أحد يعرف الآب إلا الابن، ومن أراد الابن أن يعلنه له. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والرازحين تحت الأحمال الثقيلة، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتتلمذوا على يدي، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا الراحة لنفوسكم، فإن نيري هين وحملي خفيف. الإنجيل كما دونه متى. الفصل الثاني عشر. في ذلك الوقت مر يسوع بين الحقول في يوم سبت، فجاع تلاميذه فأخذوا يقطفون سنابل القمح ويأكلون. ولما رآهم الفريسيون قالوا له: ها إن تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت. فأجابهم: أما قرأتم ما فعله داود ومرافقوه عندما جاعوا؟ كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يكن أكله يحل له ولا لمرافقيه بل للكهنة فقط؟ أولم تقرأوا في الشريعة أن الكهنة ينتهكون السبت بالعمل في الهيكل أيام السبت ولا يحسبون مذنبين؟ ولكني أقول لكم: ها هنا أعظم من الهيكل، ولو فهمتم معنى القول إني أطلب رحمة لا ذبيحة لما حكمتم على من لا ذنب عليهم، فإن ابن الإنسان هو رب السبت. ثم انتقل من هناك ودخل مجمعهم، وإذا هناك رجل يده يابسة. وإذ أراد الفريسيون أن يشتكوا عليه بتهمة ما، سألوه: أيحل شفاء المرضى في يوم السبت؟ فأجابهم: أي واحد منكم يكون عنده خروف واحد فإذا وقع في حفرة يوم سبت أفلا يمسكه وينتشله؟ فكم هو الإنسان أفضل كثيرا من الخروف، إذن يحل فعل الخير يوم السبت. ثم قال للرجل: مد يدك. فمدها فعادت سليمة كاليد الأخرى. ولكن الفريسيين خرجوا وتآمروا على يسوع ليقتلوه، فعلم بذلك وانسحب من هناك. وتبعته جموع كثيرة فشفاهم جميعا وحذرهم من أن يذيعوا أمره، ليتم ما قيل بلسان النبي إشعياء القائل: ها هو فتاي الذي اخترته، حبيبي الذي سرت به نفسي، سأضع روحي عليه فيعلن العدل للأمم، لا يخاصم ولا يصرخ ولا يسمع أحد صوته في الشوارع، قصبة مردودة لا يكسر، وفتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يقود العدل إلى النصر، وعلى اسمه تعلق الأمم رجاءها. ثم أحضر إليه رجل أعمى وأخرس يسكنه شيطان، فشفاه حتى أبصر وتكلم، فدهش الجموع كلهم وقالوا: لعل هذا هو ابن داود. أما الفريسيون فلما سمعوا بهذا قالوا: إنه لا يطرد الشياطين إلا ببعل زبول رئيس الشياطين. وعلم يسوع أفكارهم فقال لهم: كل مملكة تنقسم على ذاتها تخرب، وكل مدينة أو بيت ينقسم على ذاته لا يصمد. فإن كان الشيطان يطرد الشيطان يكون قد انقسم على ذاته، فكيف تصمد مملكته؟ وإن كنت أنا أطرد الشياطين ببعل زبول، فأبناؤكم بمن يطردونهم؟ لذلك هم يحكمون عليكم. ولكن إن كنت بروح الله أطرد الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله، وإلا فكيف يقدر أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إذا لم يربط القوي أولا، وبعدئذ ينهب بيته؟ من ليس معي فهو ضدي، ومن لا يجمع معي فهو يفرق. لذلك أقول لكم: إن كل خطيئة وتجديف يغفر للناس، وأما التجديف على الروح القدس فلن يغفر. ومن قال كلمة ضد ابن الإنسان يغفر له، وأما من قال كلمة ضد الروح القدس
فلن يغفر له، لا في هذا الزمان ولا في الزمان الآتي. لتكن الشجرة جيدة فتنتج ثمرا جيدا، ولتكن الشجرة رديئة فتنتج ثمرا رديئا، فمن الثمر تعرف الشجرة. يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون وأنتم أشرار أن تتكلموا كلاما صالحا؟ لأن الفم يتكلم بما يفيض به القلب، فالإنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبه يصدر ما هو صالح، والإنسان الشرير يصدر ما هو شرير. على أني أقول لكم إن كل كلمة باطلة يتكلم بها الناس سوف يؤدون عنها الحساب في يوم الدينونة، فإنك بكلامك تبرر وبكلامك تدان. عندئذ أجابه بعض الكتبة والفريسيين قائلين: يا معلم، نرغب في أن نشاهد آية تجريها. فأجابهم: جيل شرير خائن يطلب آية، ولن يعطى آية إلا آية يونان النبي. فكما بقي يونان في جوف الحوت 3 أيام و3 ليال، هكذا سيبقى ابن الإنسان في جوف الأرض 3 أيام و3 ليال. سيقف أهل نينوى يوم الدينونة مع هذا الجيل ويدينونه، لأنهم تابوا لما أنذرهم يونان، وها هنا أعظم من يونان. وستقوم ملكة الجنوب يوم الدينونة مع هذا الجيل وتدينه، لأنها جاءت من أقصى الأرض لتسمع حكمة سليمان، وها هنا أعظم من سليمان. ولكن متى خرج الروح النجس من إنسان يسكنه يهيم في الأماكن القاحلة طالبا الراحة فلا يجد، فيقول: أرجع إلى مسكني الذي فارقته، ويرجع فيجده فارغا مكنوسا مزينا، فيذهب ويحضر معه 7 أرواح أخرى أكثر منه شرا، فتدخل جميعا وتسكن ذلك الإنسان، فتكون آخرته أسوأ من حالته الأولى. هكذا تكون حال هذا الجيل الشرير. وبينما كان يكلم الجموع، إذا أمه وإخوته قد وقفوا خارجا يطلبون أن يكلموه، فقال له واحد من الحاضرين: ها إن أمك وأخوتك واقفون خارجا يطلبون أن يكلموك. فأجاب قائلا للذي أخبره: من هي أمي؟ ومن هم إخوتي؟ ثم أشار بيده إلى تلاميذه وقال: هؤلاء هم أمي وإخوتي، لأن كل من يعمل بإرادة أبي الذي في السماوات هو أخي وأختي وأمي. الإنجيل كما دونه متى، الفصل 13. في ذلك اليوم خرج من البيت وجلس على شاطئ البحيرة، فاجتمعت إليه جموع كثيرة حتى إنه صعد إلى القارب وجلس، بينما وقف الجمع كله على الشاطئ فكلمهم بأمثال في أمور كثيرة. قال: ها إن الزارع قد خرج ليزرع، وبينما هو يزرع وقع بعض البذار على الممرات فجاءت الطيور والتهمته، ووقع بعضه على أرض صخرية رقيقة التربة فطلع سريعا لأن تربته لم تكن عميقة، ولكن لما أشرقت الشمس احترق ويبس لأنه كان بلا أصل، ووقع بعض البذار بين الأشواك فطلع الشوك وخنقه، وبعض البذار وقع في الأرض الجيدة فأثمر، بعضه 100 ضعف وبعضه 60 وبعضه 30. من له أذنان فليسمع. فتقدم إليه التلاميذ وسألوه: لماذا تكلمهم بأمثال؟ فأجاب: لأنه قد أعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السماوات، أما أولئك فلم يعط لهم ذلك، فإن من عنده يعطى المزيد فيفيض، وأما من ليس عنده فحتى الذي عنده ينتزع منه. لهذا السبب أكلمهم بأمثال، فهم ينظرون دون أن يبصروا، ويسمعون دون أن يسمعوا أو يفهموا، ففيهم
قد تمت نبوءة إشعياء حيث يقول: سمعا تسمعون ولا تفهمون، ونظرا تنظرون ولا تبصرون، لأن قلب هذا الشعب قد صار غليظا، وصارت آذانهم ثقيلة السمع، وأغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم، ويسمعوا بآذانهم، ويفهموا بقلوبهم، ويرجعوا إلي فأشفيهم. وأما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر، ولآذانكم لأنها تسمع. فالحق أقول لكم: كم تمنى أنبياء وأبرار كثيرون أن يروا ما تبصرون ولم يروا، وأن يسمعوا ما تسمعون ولم يسمعوا. فاسمعوا أنتم معنى مثل الزارع: كل من يسمع كلمة الملكوت ولا يفهمها يأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. هذا هو المزروع على الممرات، أما المزروع على أرض صخرية فهو الذي يسمع الكلمة ويقبلها بفرح في الحال، ولكنه لا أصل له في ذاته، وإنما يبقى إلى حين. فحالما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة يتعثر. أما المزروع بين الأشواك فهو الذي يسمع الكلمة، ولكن هم الزمان الحاضر وخداع الغنى يخنقان الكلمة فلا يعطي ثمرا. وأما المزروع في الأرض الجيدة فهو الذي يسمع الكلمة ويفهمها، وهو الذي يعطي ثمرا، فينتج الواحد 100 والآخر 60 وغيره 30. وضرب لهم مثلا آخر قال: يشبه ملكوت السماوات بإنسان زرع زرعا جيدا في حقله، وبينما الناس نائمون جاء عدوه وبذر زوانا في وسط القمح ومضى، فلما نمى القمح بسنابله ظهر الزوان معه. فذهب عبيد رب البيت وقالوا له: يا سيد، أما زرعت حقلك زرعا جيدا؟ فمن أين جاءه الزوان؟ أجابهم: إنسان عدو فعل هذا. فسألوه: أتريد أن نذهب ونجمع الزوان؟ أجابهم: لا، لئلا تقلعوا القمح وأنتم تجمعون الزوان، اتركوهما كليهما ينموان معا حتى الحصاد، وفي أوان الحصاد أقول للحصادين: اجمعوا الزوان أولا واربطوه حزما ليحرق، أما القمح فاجمعوه إلى مخزني. وضرب لهم مثلا آخر قال: يشبه ملكوت السماوات ببذرة خردل أخذها إنسان وزرعها في حقله، فمع أنها أصغر البذور كلها فحين تنمو تصبح أكبر البقول جميعا، ثم تصير شجرة حتى إن طيور السماء تأتي وتبيت في أغصانها. وضرب لهم مثلا آخر قال: يشبه ملكوت السماوات بخميرة أخذتها امرأة وأخفتها في 3 مقادير من الدقيق حتى اختمر العجين كله. هذه الأمور كلها كلم بها يسوع الجموع بأمثال وبغير مثل لم يكن يكلمهم، ليتم ما قيل بلسان النبي القائل: سأفتح فمي بأمثال وأكشف ما كان مخفيا منذ إنشاء العالم. ثم صرف يسوع الجموع ورجع إلى البيت، فتقدم إليه تلاميذه وقالوا: فسر لنا مثل زوان الحقل. فأجابهم: الزارع الزرع الجيد هو ابن الإنسان، والحقل هو العالم، والزرع الجيد هو بنو الملكوت، والزوان هو بنو الشرير، أما العدو الذي زرع الزوان فهو إبليس، والحصاد هو نهاية الزمان، والحصادون هم الملائكة. وكما يجمع الزوان ويحرق بالنار هكذا يحدث في نهاية الزمان. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيخرجون من ملكوته جميع المفسدين ومرتكب الإثم، ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. عندئذ يضيء الأبرار كالشمس في ملكوت أبيهم، من له أذنان فليسمع. يشبه ملكوت السماوات بكنز مطمور في حقل، وجده رجل فعاد وثمره، ومن فرحه ذهب وباع كل ما كان يملك واشترى ذلك الحقل.
ويشبه ملكوت السماوات أيضا بتاجر كان يبحث عن اللآلئ الجميلة، فما إن وجد لؤلؤة ثمينة جدا حتى ذهب وباع كل ما يملك واشتراها. ويشبه ملكوت السماوات أيضا بشبكة ألقيت في البحر فجمعت من كل نوع، ولما امتلأت جذبها الصيادون إلى الشاطئ وجلسوا، ثم جمعوا ما كان جيدا في سلال وطرحوا الرديء خارجا. هكذا يحدث في نهاية الزمان، يأتي الملائكة فيخرجون الأشرار من بين الأبرار ويطرحونهم في أتون النار، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. أفهمتم هذه الأمور كلها؟ أجابوه نعم. فقال: ولهذا السبب فأي واحد من الكتبة يصير تلميذا لملكوت السماوات يشبه بإنسان رب بيت يطلع من كنزه ما هو جديد وما هو عتيق. وبعدما أنهى يسوع هذه الأمثال انتقل من هناك، ولما عاد إلى بلدته أخذ يعلم اليهود في مجامعهم حتى دهشوا وتساءلوا: من أين له هذه الحكمة وهذه المعجزات؟ أليس هو ابن النجار؟ أليست أمه تدعى مريم وإخواته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ أوليست أخواته جميعا عندنا؟ فمن أين له هذه كلها؟ وكانوا يشكون فيه، أما هو فقال لهم: لا يكون النبي بلا كرامة إلا في بلدته وبيته. ولم يجر هناك إلا معجزات قليلة بسبب عدم إيمانهم به. الإنجيل كما دونه متى. الفصل الرابع عشر. في ذلك الوقت سمع هيرودس حاكم الربع بأخبار يسوع، فقال لخدامه: هذا هو يوحنا المعمدان وقد قام من بين الأموات، ولذلك تجرى على يده المعجزات. فإن هيرودس كان قد ألقى القبض على يوحنا وكبله بالقيود وأودعه السجن من أجل هيرودية زوجة فيلبس أخيه، لأن يوحنا كان يقول له: ليس حلالا لك أن تتزوج بها. ولما كان هيرودس يريد أن يقتل يوحنا خاف من الشعب، لأنهم كانوا يعتبرون يوحنا نبيا. وفي أثناء الاحتفال بذكرى ميلاد هيرودس رقصت ابنة هيرودية في الوسط، فسرت هيرودس فأقسم لها واعدا بأن يعطيها أي شيء تطلبه. فبعد استشارة أمها قالت: أعطني هنا على طبق رأس يوحنا المعمدان. فحزن الملك، ولكنه أمر بأن تعطى ما تريد من أجل ما أقسم به أمام المتكئين معه، وأرسل إلى السجن فقطع رأس يوحنا، وجيء بالرأس على طبق فقدم إلى الصبية فحملته إلى أمها. وجاء تلاميذ يوحنا فرفعوا جثمانه ودفنوه، ثم ذهبوا وأخبروا يسوع. فما إن سمع يسوع بذلك حتى ركب قاربا ورحل على انفراد إلى مكان خال، فسمعت الجموع بذلك وتبعوه من المدن سيرا على الأقدام. ولما نزل يسوع إلى الشاطئ رأى جمعا كبيرا، فأخذته الشفقة عليهم وشفى مرضاهم. وعندما حل المساء اضطرب التلاميذ إليه وقالوا: هذا المكان مقفر وقد فات الوقت، فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى ويشتروا طعاما لأنفسهم. ولكن يسوع قال لهم: لا حاجة لهم أن يذهبوا، أعطوهم أنتم ليأكلوا. فقالوا: ليس عندنا هنا سوى 5 أرغفة وسمكتين. فقال: أحضروها إلي هنا. وأمر الجموع أن يجلسوا على العشب، ثم أخذ الأرغفة 5 والسمكتين ورفع نظره إلى السماء وبارك وكسر الأرغفة وأعطاها للتلاميذ، فوزعوها على الجموع فأكل الجميع وشبعوا. ثم رفع التلاميذ 12 قفة ملؤوها بما فضل من الكسر، وكان عدد الآكلين نحو 5000 رجل ما عدا النساء والأولاد. وفي الحال ألزم يسوع التلاميذ أن يركبوا القارب ويسبقوه إلى الضفة المقابلة من البحيرة حتى يصرف هو الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد إلى الجبل ليصلي على انفراد، وحل المساء وهو وحده هناك،
وكان قارب التلاميذ قد بلغ وسط البحيرة والأمواج تضربه، لأن الريح كانت معاكسة. وفي الربع الأخير من الليل جاء يسوع إلى التلاميذ ماشيا على ماء البحيرة، فلما رآه التلاميذ ماشيا على الماء اضطربوا قائلين: إنه شبح! ومن خوفهم صرخوا. وفي الحال كلمهم يسوع قائلا: تشجعوا، أنا هو، لا تخافوا. فقال له بطرس: إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك ماشيا على الماء. فقال له يسوع: تعال. فنزل بطرس من القارب ومشى على الماء متجها نحو يسوع، ولكنه عندما شعر بشدة الريح خاف وبدأ يغرق فصرخ: يا رب نجني. فمد يسوع يده في الحال وأمسكه وقال له: يا قليل الإيمان، لماذا شككت؟ وما إن صعدا إلى القارب حتى سكنت الريح، فتقدم الذين في القارب وسجدوا له قائلين: أنت حقا ابن الله. ولما عبروا إلى الضفة المقابلة من البحيرة نزلوا في بلدة جني صارت، فعرفه أهل تلك المنطقة وأرسلوا الخبر إلى البلاد المجاورة، فأحضروا إليه جميع المرضى وطلبوا منه أن يسمح لهم بلمس طرف ردائه فقط، وجميع الذين لمسوه نالوا شفاء تاما. الإنجيل كما دونه متى. الفصل الخامس عشر. وتقدم إلى يسوع بعض الكتبة والفريسيين من أورشليم وسألوه: لماذا يخالف تلاميذك تقاليد الشيوخ فلا يغسلون أيديهم قبل أن يأكلوا؟ فأجابهم: ولماذا تخالفون أنتم وصية الله من أجل المحافظة على تقاليدكم؟ فقد أوصى الله قائلا: أكرم أباك وأمك، ومن أهان أباه أو أمه فليكن الموت عقابا له. ولكنكم أنتم تقولون: من قال لأبيه أو أمه إنما أعولك به قد قدمته قربانا للهيكل فهو في حل من إكرام أبيه وأمه. وأنتم بهذا تلغون ما أوصى به الله محافظة على تقاليدكم. أيها المراؤون، أحسن إشعياء إذ تنبأ عنكم فقال: هذا الشعب يكرمني بشفتيه، أما قلبه فبعيد عني جدا. إنما باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم ليست إلا وصايا الناس. ثم دعا الجمع إليه وقال لهم: اسمعوا وافهموا، ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذي ينجس الإنسان. فتقدم إليه تلاميذه وقالوا له: أتعلم أن هذا القول قد أثار استياء الفريسيين؟ فأجابهم: كل غرسة لم يغرسها أبي السماوي لا بد أن تقلع. دعوهم وشأنهم، فهم عميان يقودون عميانا، وإذا كان الأعمى يقود أعمى يسقطان معا في حفرة. وقال له بطرس: فسر لنا ذاك المثل. فأجاب: وهل أنتم أيضا بلا فهم؟ ألا تدركون بعد أن الطعام الذي يدخل الفم ينزل إلى البطن ثم يطرح إلى الخلاء؟ أما ما يخرج من الفم فإنه من القلب يصدر، وهو الذي ينجس الإنسان. فمن القلب تنبع الأفكار الشريرة: القتل، الزنا، الفسق، السرقة، شهادة الزور، التكذيب. هذه هي الأمور التي تنجس الإنسان. وأما تناول الطعام بأيد غير مغسولة فلا ينجس الإنسان. ثم غادر يسوع تلك المنطقة وذهب إلى نواحي صور وصيدة، فإذا امرأة كنعانية من تلك النواحي قد تقدمت إليه صارخة: ارحمني يا سيد، يا ابن داود، ابنتي معذبة جدا يسكنها شيطان. لكنه لم يجبها بكلمة، فجاء تلاميذه يلحون عليه قائلين: اقضي لها حاجتها فهي تصرخ في إثرنا. فأجاب: ما أرسلت إلا إلى الخراف الضالة، إلى بيت إسرائيل. ولكن المرأة اقتربت إليه
وسجدت له وقالت: أعني يا سيد. فأجاب: ليس من الصواب أن يؤخذ خبز البنين ويطرح لجراء الكلاب. فقالت: صحيح يا سيد، ولكن جراء الكلاب تأكل من الفتات الذي يسقط من موائد أصحابها. فأجابها يسوع: أيتها المرأة، عظيم إيمانك، فليكن لك ما تطلبين. فشفيت ابنتها من تلك الساعة. ثم انتقل يسوع من تلك المنطقة متجها إلى بحيرة الجليل، فصعد إلى الجبل وجلس هناك، فتوافدت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج ومشلولون وعمي وخرس وغيرهم كثيرون، وطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فدهشت الجموع إذ رأوا الخرس ينطقون والمشلولين أصحاء والعرج يمشون والعمي يبصرون، ومجدوا إله إسرائيل. ولكن يسوع دعا تلاميذه إليه وقال: إني أشفق على الجمع لأنهم ما زالوا معي منذ 3 أيام وليس عندهم ما يأكلون، ولا أريد أن أصرفهم صائمين لئلا تخور قواهم في الطريق. فقال التلاميذ: من أين لنا في هذه البرية خبز كثير حتى يكفي هذا الجمع الغفير؟ فسألهم: كم رغيفا عندكم؟ أجابوا: 7 وبعض سمكات صغار. فأمر الجمع أن يجلسوا على الأرض، ثم أخذ الأرغفة 7 والسمكات وشكر وكسر، وأعطى التلاميذ فوزعوها على الجموع، فأكل الجميع حتى شبعوا. ثم رفع التلاميذ 7 سلال ملؤوها بما فضل من الكسر، وكان عدد الآكلين 4000 رجل ما عدا النساء والأولاد. ثم صرف يسوع الجموع وركب القارب وجاء إلى نواحي مجدان. الإنجيل كما دونه متى. الفصل 16. وجاء بعض الفريسيين والصدوقيين إلى يسوع ليجربوه، فطلبوا إليه أن يريهم آية من السماء، فأجابهم: إذا كانت السماء حمراء صافية عند الغروب تقولون سيكون صحو، وإذا كانت السماء حمراء متجهمة في الصباح تقولون اليوم مطر. إنكم تستدلون على حالة الطقس من منظر السماء، أما علامات الأزمنة فلا تستطيعون الاستدلال عليها. جيل شرير خائن يطلب آية، ولن يعطى آية إلا ما حدث للنبي يونان. ثم فارقهم ومضى. ولما وصل تلاميذه إلى الشاطئ الآخر كانوا قد نسوا أن يتزودوا خبزا، وقال لهم يسوع: انتبهوا، خذوا حذركم من خمير الفريسيين والصدوقيين. فبدأوا يحاجون بعضهم بعضا قائلين: هذا لأننا لم نتزود خبزا. وعلم يسوع بذلك فقال لهم: يا قليل الإيمان، لماذا تحاجون بعضكم بعضا لأنكم لم تتزودوا خبزا؟ ألا تفهمون بعد؟ أم نسيتم الأرغفة 5 التي أشبعت 5000؟ وكم قفة رفعتم منها؟ أو نسيتم الأرغفة 7 التي أشبعت 4000؟ وكم سلا رفعتم منها؟ كيف لا تفهمون أني لم أكن أعني الخبز حين قلت لكم خذوا حذركم من خمير الفريسيين والصدوقيين؟ عندئذ أدرك التلاميذ أنه لم يكن يحذرهم من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصدوقيين. ولما وصل يسوع إلى نواحي قيصرية فيلبس سأل تلاميذه: من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان؟ فأجابوه: يقول بعضهم إنك يوحنا المعمدان، وغيرهم إنك النبي إيليا، وآخرون إنك إرميا أو واحد من الأنبياء. فسألهم: وأنتم من تقولون إني أنا؟ فأجاب سمعان بطرس قائلا: أنت هو المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع: طوبى لك يا سمعان ابن يونا، فما أعلن لك هذا لحم ودم، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أيضا أقول لك أنت صخر، وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها.
وأعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، فكل ما تربطه على الأرض يكون قد ربط في السماء، وما تحله على الأرض يكون قد حل في السماء. ثم حذر تلاميذه من أن يقولوا لأحد إنه هو المسيح. من ذلك الوقت بدأ يسوع يعلن لتلاميذه أنه لابد أن يمضي إلى أورشليم ويتألم على أيدي الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل، وفي اليوم الثالث يقام. فانتحى به بطرس جانبا وأخذ يوبخه قائلا: حاشا لك يا رب أن يحدث لك هذا. فالتفت يسوع إلى بطرس وقال له: اغرب من أمامي يا شيطان، أنت عقبة أمامي، لأنك تفكر لا بأمور الله بل بأمور الناس. ثم قال يسوع لتلاميذه: إن أراد أحد أن يسير ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، فأي من أراد أن يخلص نفسه يخسرها، ولكن من يخسر نفسه لأجلي فإنه يجدها. فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يقدم الإنسان فداء عن نفسه؟ فإن ابن الإنسان سوف يعود في مجد أبيه مع ملائكته فيجازي كل واحد حسب أعماله. الحق أقول لكم، إن بعضا من الواقفين هنا لن يذوق الموت قبل أن يروا ابن الإنسان آتيا في ملكوته. الإنجيل كما دونه متى، الفصل السابع عشر. وبعد ستة أيام أخذ يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا أخاه وصعد بهم على انفراد إلى جبل عال، وتجلى أمامهم فشع وجهه كالشمس، وصارت ثيابه بيضاء كالنور، وإذا موسى وإيليا قد ظهرا لهم يتحدثان معه. فبدأ بطرس يقول ليسوع: يا رب، ما أحسن أن نبقى هنا، فإذا شئت أنصب هنا ثلاث خيام، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا. وبينما كان يتكلم إذا سحابة منيرة قد خيمت عليهم، وصوت من السحابة يهتف: هذا هو ابن الحبيب الذي سررت به كل سرور، له اسمعوا. فلما سمع التلاميذ الصوت وقعوا على وجوههم مرتعبين جدا، فاقترب منهم يسوع ولمسهم وقال: انهضوا ولا ترتعبوا. فرفعوا أنظارهم فلم يروا إلا يسوع وحده، وفيما هم نازلون من الجبل أوصاهم يسوع قائلا: لا تخبروا أحدا بما رأيتم حتى يقوم ابن الإنسان من بين الأموات. فسأله تلاميذه: لماذا إذن يقول الكتبة إن إيليا لابد أن يأتي قبلا؟ فأجابهم قائلا: حقا، إن إيليا يأتي قبلا ويصلح كل شيء، على أني أقول لكم قد جاء إيليا ولم يعرفوه، بل فعلوا به كل ما شاءوا. كذلك ابن الإنسان أيضا على وشك أن يتألم على أيديهم. عندئذ فهم التلاميذ أنه كلمهم عن يوحنا المعمدان. ولما وصلوا إلى الجمع تقدم رجل إلى يسوع وجث أمامه وقال: يا سيد، ارحم ابني لأنه مصاب بالصرع وهو يتعذب عذابا شديدا، وكثيرا ما يسقط في النار أو في الماء، وقد أحضرته إلى تلاميذك فلم يستطيعوا أن يشفوه. فأجاب يسوع قائلا: أيها الجيل غير المؤمن والأعوج، إلى متى أبقى معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ أحضروه إلي هنا. وزجر يسوع الشيطان فخرج من الصبي وشفي من تلك الساعة. ثم تقدم التلاميذ إلى يسوع على انفراد وسألوه: لماذا عجزنا نحن أن نطرد الشيطان؟ أجابهم: لقلة إيمانكم. فالحق أقول لكم، لو كان لكم إيمان مثل بذرة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك، فينتقل، ولا يستحيل عليكم شيء. أما هذا النوع من الشياطين
فلا يطرد إلا بالصلاة والصوم. وفيما كانوا يتجمعون في الجليل قال يسوع لتلاميذه: ابن الإنسان على وشك أن يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه، وفي اليوم الثالث يقام. فحزنوا حزنا شديدا. ولما وصلوا إلى كفر ناحوم جاء جباة ضريبة الدرهمين للهيكل إلى بطرس وقالوا: ألا يؤدي معلمكم الدرهمين؟ فأجاب: بلى. وما إن دخل بطرس البيت حتى بادره يسوع بالسؤال: ما رأيك يا سمعان، ممن يستوفي ملوك الأرض الجزية أو الضريبة؟ أمن أبناء بلادهم أم من الأجانب؟ أجاب بطرس: من الأجانب. فقال له يسوع: إذن الأبناء أحرار، ولكن لكي لا نضع لهم عثرة اذهب إلى البحيرة وألقِ صنارة الصيد وأمسك السمكة التي تطلع أولا، ثم افتح فمها تجد فيه قطعة نقد بقيمة 4 دراهم، فخذها وأدِ الضريبة عني وعنك. الإنجيل كما دونه متى. الفصل 18. في تلك الساعة تقدم التلاميذ إلى يسوع يسألونه: من هو الأعظم إذن في ملكوت السماوات؟ فدعا إليه ولدا صغيرا وأوقفه وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن كنتم لا تتحولون وتصيرون مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماوات أبدا. فمن اتضع فصار مثل هذا الولد الصغير فهو الأعظم في ملكوت السماوات، ومن قبل باسمي ولدا صغيرا مثل هذا فقد قبلني. ومن كان عثرة لأحد هؤلاء الصغار المؤمنين بي فأفضل له لو علق في عنقه حجر الرحى وأغرق في أعماق البحر. الويل للعالم من العثرات، فلابد أن تأتي العثرات، ولكن الويل لمن تأتي العثرات على يده. فإن كانت يدك أو رجلك فخا لك فاقطعها وألقها عنك، أفضل لك أن تدخل الحياة ويدك أو رجلك مقطوعة من أن تطرح في النار الأبدية. وإن كانت عينك فخا لك فاقلعها وألقها عنك، أفضل لك أن تدخل الحياة وعينك مقلوعة من أن تطرح في جهنم النار ولك عينان. إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤلاء الصغار، فإني أقول لكم إن ملائكتهم في السماء يشاهدون كل حين وجه أبي الذي في السماوات. فإن ابن الإنسان قد جاء لكي يخلص الهالكين، ما رأيكم في إنسان كان عنده 100 خروف فضل واحد منها، أفلا يترك 99 في الجبال ويذهب يبحث عن الضال؟ الحق أقول لكم إنه إذا وجده فإنه يفرح به أكثر من فرحه 99 التي لم تضل. وهكذا لا يشاء أبوكم الذي في السماوات أن يهلك واحد من هؤلاء الصغار. إن أخطأ إليك أخوك فاذهب إليه وعاتبه بينك وبينه على انفراد، فإذا سمع لك تكون قد ربحت أخاك، وإذا لم يسمع فخذ معك أخا آخر أو 2، حتى يثبت كل أمر بشهادة 2 أو 3. فإذا لم يسمع لهما فعرض الأمر على الكنيسة، فإذا لم يسمع للكنيسة أيضا فليكن عندك كالوثني وجاب الضرائب. فالحق أقول لكم إن كل ما تربطونه على الأرض يكون قد ربط في السماء، وما تحلونه على الأرض يكون قد حل في السماء. وأيضا أقول لكم إذا اتفق 2 منكم على الأرض في أي أمر مهما كان ما يطلبانه فإن ذلك يكون لهما من قبل أبي الذي في السماوات. فإنه حيثما اجتمع 2 أو 3 باسمي فأنا أكون في وسطهم. عندئذ تقدم إليه بطرس وسأله: يا رب، كم مرة يخطئ إلي أخي فأغفر له؟ هل إلى 7 مرات؟ فأجابه يسوع: لا إلى 7 مرات، بل إلى 77 مرات. لهذا السبب يشبه ملكوت السماوات بإنسان ملك أراد أن يحاسب عبيده،
فلما شرع يحاسبهم أحضر إليه واحد مديون بعشرة آلاف وزنه، وإذ لم يكن عنده ما يوفي به دينه أمر سيده بأن يباع هو وزوجته وأولاده وكل ما يملك ليوفي الدين. لكن العبد خر أمامه ساجدا وقائلا: يا سيد، أمهلني فأوفي لك الدين كله. فأشفق سيد ذلك العبد عليه فأطلق سراحه وسامحه بالدين. ولكن لما خرج ذلك العبد قصد واحدا من زملائه العبيد كان مديونا له بمئة دينار، فقبض عليه وأخذ بخناقه قائلا: أوفني ما عليك. فخر زميله العبد أمامه وقال متوسلا: أمهلني فأوفيك. فلم يقبل، بل مضى وألقاه في السجن حتى يوفي ما عليه. وإذ شاهد زملاؤه العبيد ما جرى حزنوا جدا، فمضوا وأخبروا سيدهم بكل ما جرى. فاستدعاه سيده وقال له: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك به لأنك توسلت إلي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وإذ ثار غضب سيده عليه دفعه إلى الجلادين ليعذبوه حتى يوفي كل ما عليه. هكذا يفعل بكم أبي السماوي إن لم يغفر كل منكم لأخيه من قلبه. الإنجيل كما دونه متى. الفصل التاسع عشر. بعدما أنهى يسوع هذا الكلام انتقل من الجليل ذاهبا إلى نواحي منطقة اليهودية ما وراء نهر الأردن، وتبعته جموع كثيرة، فشفى مرضاهم هناك. وتقدم إليه بعض الفريسيين يجربونه، فسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق زوجته لأي سبب؟ فأجابهم قائلا: ألم تقرأوا أن الخالق جعل الإنسان منذ البدء ذكرا وأنثى؟ وقال: لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويتحد بزوجته، فيصير الاثنين جسدا واحدا، فليسا فيما بعد اثنين، بل جسد واحد، فلا يفرقن الإنسان ما قد قرنه الله. فسألوه: فلماذا أوصى موسى بأن تعطى الزوجة وثيقة طلاق فتطلق؟ أجاب: بسبب قساوة قلوبكم سمح لكم موسى بتطليق زوجاتكم، ولكن الأمر لم يكن هكذا منذ البدء. ولكني أقول لكم إن الذي يطلق زوجته لغير علة الزنا ويتزوج بغيرها فإنه يرتكب الزنا، والذي يتزوج بمطلقة يرتكب الزنا. فقال له تلاميذه: إن كانت هذه حالة الزوج مع الزوجة فعدم الزواج أفضل. فأجابهم: هذا الكلام لا يقبله الجميع، بل الذين أنعم عليهم بذلك، فإن بعض الخصيان يولدون من بطون أمهاتهم خصيانا، وبعضهم قد خصاهم الناس، وغيرهم قد خصوا أنفسهم من أجل ملكوت السماوات، فمن استطاع أن يقبل هذا فليقبله. ثم قدم إليه بعضهم أولادا صغارا ليضع يديه عليهم ويصلي، فزجرهم التلاميذ، ولكن يسوع قال: دعوا الصغار يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت السماوات. ووضع يديه عليهم ثم ارتحل من هناك. وإذا شاب يتقدم إليه ويسأل: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لأحصل على الحياة الأبدية؟ فأجابه: لماذا تسألني عن الصالح؟ واحد هو الصالح، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاعمل بالوصايا. فسأل: أية وصايا؟ أجابه يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها عملت بها منذ صغري، فماذا ينقصني بعد؟ فأجابه يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل ما تملك ووزع على الفقراء، فيكون لك كنز في السماوات،
وتعالت معني. فلما سمع الشاب هذا الكلام مضى حزينا، لأنه كان صاحب ثروة كبيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه من الصعب على الغني أن يدخل ملكوت السماوات. وأيضا أقول، إنه لأسهل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة من أن يدخل الغني ملكوت الله. فدهش التلاميذ جدا لما سمعوا ذلك وسألوا: إذن من يقدر أن يخلص؟ فنظر إليهم وقال لهم: هذا مستحيل عند الناس، أما عند الله فكل شيء مستطاع. عندئذ قال بطرس: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون نصيبنا؟ فأجابهم يسوع: الحق أقول لكم، إنه عندما يجلس ابن الإنسان على عرش مجده في زمن التجديد، تجلسون أنتم الذين تبعتموني على 12 عرشا لتدينوا أسباط إسرائيل 12. فأي من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أولادا أو أراضي من أجل اسمي ينال 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن أولون كثيرون يصيرون آخرين، وآخرون كثيرون يصيرون أولين. الإنجيل كما دونه متى. الفصل 20. فإن ملكوت السماوات يشبه بإنسان رب بيت خرج في الصباح الباكر ليستأجر عمالا لكرمه، واتفق مع العمال على أن يدفع لكل منهم دينارا في اليوم، وأرسلهم إلى كرمه. ثم خرج نحو الساعة 9 صباحا، فلقي في ساحة المدينة عمالا آخرين بلا عمل، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا واعملوا في كرمي فأعطيكم ما يحق لكم. فذهبوا. ثم خرج إلى الساحة أيضا نحو الساعة 12 ظهرا، ثم نحو 3 بعد الظهر أرسل مزيدا من العمال إلى كرمه. ونحو الساعة 5 بعد الظهر خرج أيضا، فلقي عمالا آخرين بلا عمل، فسألهم: لماذا تقفون هنا طول النهار بلا عمل؟ أجابوه: لأنه لم يستأجرنا أحد. فقال: اذهبوا أنتم أيضا إلى كرمي. وعندما حل المساء قال رب الكرم لوكيله: ادع العمال وادفع الأجرة مبتدئا بالآخرين ومنتهيا إلى الأولين. فجاء الذين عملوا من الساعة 5 وأخذ كل منهم دينارا. فلما جاء الأولون ظنوا أنهم سيأخذون أكثر، ولكن كل واحد منهم نال دينارا واحدا. وفيما هم يقبضون الدينار تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة فقط، وأنت قد ساويتهم بنا، نحن الذين عملنا طول النهار تحت حر الشمس. فأجاب واحدا منهم: يا صاحبي، أنا ما ظلمتك، ألم تتفق معي على دينار؟ خذ ما هو لك وامض في سبيلك، فأنا أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أما يحق لي أن أتصرف بمالي كما أريد؟ أم أن عينك شريرة لأنني أنا صالح؟ فهكذا يصير الآخرون أولين والأولون آخرين. وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم، انفرد بالتلاميذ 12 في الطريق وقال لهم: ها نحن صاعدون إلى أورشليم، حيث يسلم ابن الإنسان إلى رؤساء الكهنة والكتبة، فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى أيدي الأمم، فيسخرون منه ويجلدونه ويصلبونه، ولكنه في اليوم الثالث يقوم. فتقدمت إليه أم ابني زبدي وهما معها وسجدت له تطلب منه معروفا، فقال لها: ماذا تريدين؟ أجابت: قل أن يجلس ابناي هذان أحدهما عن يمينك والآخر عن يسارك في مملكتك.
فأجاب يسوع قائلا ليعقوب ويوحنا: أنتما لا تدريان ما تطلبان، أتقدران أن تشربا الكأس التي سأشربها؟ أجابا: نعم نقدر. فقال لهما: كأسي سوف تشربان، أما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أمنحه إلا للذين أعده أبي لهم. وعندما سمع التلاميذ العشرة بذلك استاءوا من الأخوين، فاستدعاهم يسوع جميعا وقال: تعلمون أن حكام الأمم يسودونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم، وأما أنتم فلا يكن ذلك بينكم، وإنما أي من أراد أن يصير عظيما بينكم فليكن لكم خادما، وأي من أراد أن يصير أولا فيكم فليكن لكم عبدا. فهكذا ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن كثيرين. وفيما كان يسوع وتلاميذه يغادرون أريحة تبعه جمع كبير، وإذا أعميان كانا جالسين على جانب الطريق، ما إن سمع أن يسوع يمر من هناك حتى صرخا: ارحمنا يا رب يا ابن داود. ولكن الجمع زجرهما ليسكتا، فأخذا يزيدان الصراخ: ارحمنا يا رب يا ابن داود. فتوقف يسوع ودعاهما إليه وسألهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ أجابا: أن تفتح لنا عيوننا يا رب. فأخذته الشفقة عليهما ولمس أعينهما، ففي الحال عادت أعينهما تبصر، وانطلقا يتبعانه.